بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. احبائي المشاهدين، اهلا بيكم في برنامجكم فكره وخطوه، فكره نقولها وخطوه نطبقها. فكرتنا النهارده هامه جدا وملحه جدا وكل الناس بتتكلم فيها، هل تفكر في الهجره؟ حقيقة انا ما عنديش اجابه، لان كل حاله بحالتها، لا بقول لك هاجر ولا ما تهاجرش، لكن الفكره كلها هاجر وربنا معاك، هاجر وربنا واخدك في بلده اللي انت رايحه. لكن تهاجر خايف او قلقان او مندفع او بتقلد، هتروح وزي ما رحت زي ما جيت، واللي هتلاقيه هنا هتلاقيه هناك. عندنا في الكتاب أمثلة للي هاجروا كل حالة بحالة. إبراهيم مثلا أبو الآباء فكر إنه ينزل أرض مصر هجرة خوفا من الجوع، يقول لك حدث جوع عظيم، الكلام ده في تكوين 12. لما راح هناك، راح الأرض مصر بدون مسبح، بدون عبادة، بدون ربنا، راح وبهدل الدنيا، خساير وقلق ولخبطة، وكان هيفقد مراته، وعاش فترة عصيبة لأنه راح ما خدش قرار ربنا، ما قالوش شيء، مع أنه قال له إذهب من أرضك وعشيرتك، بس في أرض مصر دي بالذات ما كانش خد رأيه، ما صلاش كفاية، ما قعدش قدام المسبح يقول له يا رب أعمل إيه. بعد كده عاد لأرضه وما تغربش بعد كده إلا بإذن من أبو السماء. إسحاق ابن إبراهيم حصل جوع بالظبط، الكلام ده في سفر التكوين إصحاح 21. وفي الجوع ده ربنا قال له أقعد وأنا هباركك، ويقول الكتاب في تكوين 26 تعاظم إسحاق وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. ربنا قال له ما تنزلش، اقعد، ما كان في جوع زيه زي ابراهيم، بس اسحاق ربنا طمنه، وفي المكان ده اخذ 100 ضعف، يعني مش الجوع اللي خلاه يخاف، لا ربنا قال له اقعد زي ما انت في بلدك وانا هباركك. المثال الثالث يعقوب. يعقوب بقى جاله خبر ان يوسف في ارض مصر. يعقوب بقى متدرب، قال ما اعملش حاجه الا لما استاذن يا رب اروح. خلي بالكم يا جماعه، هو واحد راح يشوف ابنه مش محتاجة صلاة، قال لا 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 أنا ما بعملش حاجة إلا ما باخد رأيه. فربنا قال له ما تخافش، روح مصر وهتشوف يوسف وهتفرح بيه. فكل حالة بحالتها، المهم إن اللي راح من غير ربنا ندم، واللي قعد من غير ربنا ندم، اللي اختار يهاجر وربنا معاه يعقوب ربنا باركه، واللي اختار يقعد زي إسحاق ومع ربنا ربنا باركه، واللي اختار يهاجر من غير ما ياخد رأيه إبراهيم لخبط وتعب. القرار مش قرار لكل واحد زي التاني، القرار اوعى تروح مكان ربنا مش معاك. صلي، استشير، خد رأي ربنا، خد راحة في قلبك، خد بركة أب اعترافك ومرشدك الروحي، استشير المتخصصين، وربنا في كل الأحوال أمين يعلن لك مشيئته في المكان والوقت. ربنا يفرح قلوبكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.